راجح ما له اشوفه اليومين، تلقاهم حبسوه علشان الروز. مين يقدر يحبس راجح طال عمرك اليوم؟ الراجح خلاص صار في العلالي طال عمرك. شلون يعني؟ هو انت ما عرفت ولا ايه؟ لا والله ما ادري. زامل عم راجح توفى. ايه؟ وساب له ورثة قد كده عقارات، يمكن التوتال كله يطلع اكثر من 80 مليون. راجح، هل منتف هذا ما غيرت بتقولي صار عنده 80 مليون؟ على الاقل 80 مليون. هو وين فيها الحين هو؟ متكف بيته القديم، مستني المحامي عشان يضبط له المعامله حق الورثه ويستلم الفلوس. انت يا جوهر تدل بيته؟ اي ما هو بعيد من هنا طال عمرك. يلا يا ابوي ايش قاعدين ننتظر؟ حي الله فيصل. والله ما تصب. عنك. اقول والله ما تصب. اجل صب انت. اقول يا حاتم صب انت يا ابوي. يا ابوي خلوا القهوه على الارض وكل مين يخدم نفسه بنفسه. وصادق مش يعني ما لها داعي الحقيقه. حرقان تجيب الحرقان. تجيب الحرقان. شوف يا اخوي راجح. عمك زامل الله يرحمه عزيز علينا. وانت كذلك. ويشهد الله ان معزتكم في القلب. وانا الحقيقه لا يمكن اخلي صديق بهالظرف. نعم. اخليه؟ نعم. لا والله ما اخليه. ما ينفع. اسمع يا فيصل. فيصل؟ انت مو باسمك فيصل؟ الا اسمي فيصل. اجل اسمع يا فيصل. سم. في موضوع يقرقع في قلبي من زمان ودي اقولها لك، تراك دابل انسبدي من عرفتك. افا. نعم دابل انسبدي من عرفتك، لكن لك مكانه، لك معزه. وحياك الله. وخلص علينا، هات من الاخر الكلام، هات من الاخر. يا اخوي ورا صارت نظرتك للناس فوقيه. قاعد تنظر للناس نظرة يعني نظرة مادية، نظرتك للناس صارت نظرة مادية. حر كيفي، أبى أطنخ، أبى أسوي النظرة اللي أنا بيها، وش دخلك فيني؟ وش هات من الآخر قل لي. يا أخوي أنا ما عندي شيء، أنا ما عندي شيء، أنا اللي عندي إنك صديقي، وأنا لا يمكن أترك صديقي. يعني فهمت منك إنك تبي تصير خوي لي. خوي؟ لا يا ابوي مو بخوي، يعني انا بصير يعني صديق. ايوه يا ابوي، يا ابوي يا صديق ولا خوي كلكم حبايب. اهو هو صادق يعني ترى ما تفرق. قل له اتفق ذا، قل له اقطع وخس. انت اقطع وخس. طيب اقطع وخس، اذا يتكلموا رجاجين تقطع وخس. طيب الا طيب فيصل شو طال عمرك.